صربوا على الدفاهات، صربوا على التخربيقات، صربوا على الشعارات الفارغه. تقرير مصير هكذا هذه استقلال الشعوب. شكون اللي دخل تقرير مصير استقلال الشعوب؟ وانت شعب بوك العصا كتخور كترولش كتدمر. السلام عليكم اخوانا اخواتي الكرام، تحياتي لكم جميعا، كنحييكم كل واحد باسمه في اي مكان كنتو. ازول في اللو كما كتشوفوا في هذا الفيديو هذا كنتكلم موراي العلم الامريكي، وهذا الشورت اللي لابس فيها مكتوب فيها اسود الاطلس وترابوت المغرب، ترابوت المغرب ديال بلادنا الحبيب، كنحبوه كنعشقوه كنتوفاو عليه كنتوفاو على الارض الطاهره ديالو من طنجه الى القويره. كنتمنى ان من خلال هاد جوج مؤشرات اولا جوج علامات توصل واحد الرساله مهمه اللي بغيت نوصلها في هذا الفيديو هذا. هذا الفيديو هذا صراحه درته من بعد تردد كبير، لانني ما كنبغيش ندخل في هذا الموضوع لانه مفروغ منه. يعني النظام الجزائري 40 سنه هو كيدير لينا العصا في الرويضه، هو نصب العداء المغرب وبغى يقسم المغرب. هذه لا نقاش فيها. تقول لي خاوه ما خاوه داك الشيء، خاوه هي الصحراء المغربيه، صافي خاوه هي الصحراء المغربيه، ماشي خاوه جيت تقسمني تقول لي لا خاوه. حنا خاوه، ولكن خاوه على شنو؟ خاوه على ظهري انا؟ جيت انت بغيت تقسمني تقول لي خاوه؟ لا خاوه هي تحترم الوحده الترابيه ديالي، هذا الشيء اللي كنعرف انا. كما كتعرفوا الان العالم كامل عايش واحد الازمه، ازمه كبيره بزاف، خصوصا الدول اللي عندها البترول بحال الجزائر. البترول والغاز الثمن ديالو نطاح واحد الطيحه ما نقولش لكم، يعني طيحه صاروخيه لكن بالمينوس، صاروخيه لكن بالعكس، وصل واحد المستوى قياسي ديال الانخفاض. فلهذا الدول اللي عايشه في البترول غيكون عندها مشكل كبير، مشكل كبير في الاقتصاد ديالها، لان المدخول ديالها اللي مبني على البترول غادي يقل بزاف لانها كتعتمد في الاقتصاد ديالها على البترول. فالجزائر من بين هاد الدول. وعلاش نتكلم على الجزائر؟ نتكلم على الجزائر لانها هي الدوله الاولى اللي صنعات وكتدعم البوليزاريو لحد الساعه. ناض الرئيس ديالهم، الرئيس ديال الجزائري ما عرفتش نقول سميتو، تابون رئيس الجزائري تابون كيتكلم على هذه الازمه اللي لانه كرئيس دوله مخصو يتكلم لان بلادو كتعيش واحد الازمه. فمن بين الحلول اللي مطروحه عليهم انهم يمشيوا ويقترضوا من البنك الدولي، يمشيوا عند البنك الدولي ويقترضوا الفلوس، لان اي دوله في العالم الاقتصاد ديالها غادي وكيطيح كتمشي كتقترض باش دير المشاريع باش تروش شويه حراره. فهو قال لهم حنا ما نقترضوش. علاش ما نقترضوش؟ قالوا حنا ما اقترضوش لان الا اقترضنا غنتعرضوا للضغوطات وما نبقاوش ندعموا فلسطين وندعموا الصحراء بين قوسين كما قال هو الغربيه. يعني بالعربيه تعرضت ما نبقاوش ندعموا بوليزاريو. انا بديت كنسال انا صراحه ما فهم كيفاش زعما اولا بعد فلسطين شنو كدير انت في فلسطين بعد؟ شنو درتي لفلسطين؟ على فلسطين عاد استعمرت البارح، فلسطين راه اكثر من 49، شوف شحال من عام وهي مستعمره، من 49 راه دابا داخلين في 70 عام، فلسطين 70 عام وهي مستعمره من الاسرائيليين. اش درتي لفلسطين؟ اش قدمتي لفلسطين؟ حررتي فلسطين؟ واش بقات في الفم؟ بقات في الشعارات؟ بقات في الهضره؟ فلسطين اش درتوا لفلسطين؟ حروا الى كنتوا رجال سيروا حروا فلسطين، ما تبقاوش تحلوا فمكم، كنتوا رجال سيروا زوج سلاح وجمعوا على اليهود وخرجوا من تما وحروها. اش قدمتوا لفلسطين؟ وكيجيو كيطاولوا علينا حنا المغاربه يقول لك حنايا عملاء الصهاينه، حنا سيدي عملاء الصهاينه ومن بعد، حنا عملاء تشميريكان ومن بعد، على الاقل حنا واقعيين، حنا واقعيين، حنا ماشي كنبيعوا الوهم وكنبيعوا الهضره الخاويه وكنبيعوا الشعارات، كل شيء شوفوا بشار الاسد شنو كيدير في الشعب ديالو، كيذبح الشعب ديالو كيقول لك فلسطين، اش قدمتي لفلسطين؟ بشار الاسد كاع الانظمه الديكتاتوريه كتقول فلسطين 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 وكيذبحوا في الشعب ديالهم، كيذبحوا في الشعب ديالهم. هيا اسرائيل يوميا كتضرب بشار الاسد بالصواريخ، يقدر يرد عليها؟ يقدر يرد على اسرائيل؟ راه على الوقت خصنا نكونوا منطقيين، فهادشي دبر راسهم هما الا بغاو يحرروا فلسطين، حنا بعادين على فلسطين، راه هي فلسطين وهما قراب لفلسطين منا حنا، مشيو حرروا فلسطين، حنا عملاء اليهود وحنا عملاء امريكا وحنا عملاء ديال البرتقيز وحنا عملاء ديال بوتسوانا. فانا اللي كيهمني انا في هذا الامر هذا هو الصحراء المغربيه، هو قال لك ما يمكنش يمشي يقترض من البنك الدولي على ود الصحراء المغربيه، على ود انه حيت الا تقترض يقول لي لا ما تبقاش دعم بوليزاريو، فهو بغى يدعم بوليزاريو. انا الاخوان كنسال واحد السؤال، الله يجزيكم بخير الا ما جاوبوني عليه، الله يرحم لكم الوالدين الخوت. شكون اللي خوتنا بصح؟ شكون اللي خوتنا بصح؟ وشنو معنى يكون خوك؟ شنو معنى خوك؟ واش خوك هو واحد الشخص اللي بينك وبينه واحد القواسم مشتركه، الدين، العقيده، العرق الى اخره، ولا الجوره؟ يعني
الصدفه الجغرافيه حطاتكم جيران، او لا اخوك هو اللي كتستافد منه، او لا اخوك هو اللي كيجي كيبني لك بلادك، او لا اخوك هو اللي كيجي كيطورك، او لا اخوك هو اللي كيحترم الوحده الترابيه ديال بلادك. فانا هذا سؤال مطروح، هذا سؤال مطروح حنا في القنوات ديالهم الرسميه يوميا. استعمار المغربي الاستعمار المغربي الاستعمار المغربي الاستعمار المغربي للصحراء المغربي. وانا ما فهمتش انا علاش حنا المغاربه كنشوفوا هادشي عادي. علاش؟ لا ماشي عادي اخويا، ماشي عادي، هادشي ماشي عادي. الصحراء المغربيه راه ماشي ديال النظام، الصحراء المغربيه ديال الشعب، الشعب راه ديك راه جزء لا يتجزا من الوطن. غدا اليوم يديو لك الصحراء، غدا يديو لك ما عرف شنو، بعد يديو لك مراكش، بعد غدا يديو لك وجده وصافي، ونتايا غادي تتفتت. من بين الشروط ديال النهوض ديال اي بلاد هو الوحده الترابيه خصها تكون متكامله. انا غادي نقدم الفكره ديالي من خلال واحد المقارنه اللي ممكن تنطبق علينا حنا وعليهم. الان نهضه الجف العالم على اختفاء ديال كيم يونغ، كيم يونغ الرئيس الكوري الشمالي، كيم يونغ اختفى الى اخره، فينا هو؟ كلشي كيسول فينا هو كيم يونغ. فهنا غادي ندير واحد المقارنه ما بين كوريتين، ما بين كوريا الشماليه وكوريا الجنوبيه. الى لاحظنا ان كوريا الشماليه كتبع الشعارات بزاف. عند الشعارات كذا كذا امريكان الموت لامريكا طن طن مني منك وهادي، وديك الشعارات الشيوعيه التي اكل عليها الدهر وشرب وكذا وهادي. ولكن في نفس الوقت وكتسعى للصواريخ والنواوي والقنابل والجيش واستعراضات عسكريه وداك الخوا الخاوي وتمجيد الاله ديال الحاكم وداك الشيء التخرميزات، لكن في نفس الوقت الشعب واكل العصا، الشعب كيموت بالجوع. كوريا الشماليه عايشه المجاعه، يعني بصح ماشي زعما تعبير مجازي، لا فعلا كوريا الشماليه المجاعه، عندهم المجاعه، يعني عندهم نظام عسكري شمولي ديكتاتوري متوحش اللي كيطور الترسانه الحربيه، لكن في نفس الوقت عندهم الخدمات ديال الشعب، الخدمات الاقتصاديه والخدمات الاجتماعيه والفلاحه والصناعه والتطور، وداك الشيء عندهم بدائي بزاف، عندهم بدائي بزاف. الشعب كيعيش الجوع، كيعيش الفقر، واللي هرب من كوريا الشماليه مشى لكوريا الجنوبيه كيقتلوه، كيقتلوه. لكن اجي نشوفوا الدوله اللي خدات الواقعيه، شوف هادو راه خوت، هادو خوت، هادو بلاد وحده وتقسمات. كوريا الشماليه خدات الطريق ديال التخرميز، وكوريا الجنوبيه خدات الطريق ديال العقلانيه وديال الواقعيه. انا كتعجبني هاد كوريا الجنوبيه تعلمات من اليابان، تعلمات من اليابان ان شوفوا اليابان حتى هي شحال كانت امريكان وكذا وهادي، وامريكان ضربات اليابان بالنووي. تخيلوا تخيلوا حنا كون ضربتنا فرنسا ولا امريكان ولا شي دوله اخرى بالنووي، جاوا اليابانيين قال لك حنايا الواقع ان امريكان والغرب بصفه عامه قوه عظمى في العالم، استشهاد ديال القياده في العالم، وحنا واقعيا ما نقدروش نطيحوهم دابا. فشنو غادي نديروا؟ قال لك الا بغيتي تشوف حسن من العملاق الحل اللي عندك هو طلع فوق كتفه. هادشي اللي دارت اليابان، مشات تحالفات مع امريكان، تعاونت مع امريكان، دارت اتفاقيات اقتصاديه مع امريكان، ركبات قطار العولمه مع امريكان. شوفوا اليابان الان فين وصلت، كتفوق على امريكان في عده مجالات، الكترونيك بزاف د الحوايج، الاقتصاد، كذلك المانيا، حتى المانيا راه مشات بنفس السيستم، المانيا جات امريكان عطاتها ما شحال من مليار 700 مليار دولار يمكن باش تبني الالمان، مشروع مارشال. باش بنات الالمان، شوفوا المانيا فين وصلت، وشوفوا اليابان فين وصلت، هاد الناس واقعيين منطقيين، حنا خصنا نخويو ديك القضية من بالنا ديال لا الشيطان امريكان شيطان اكبر والموت لامريكا والموت لكذا، خصنا هادشي نخويو من بالنا، لأن هادشي ما غادي يوصلنا لكوريا الشمالية، غنوليو بحال كوريا الشمالية، حتى كوريا الشمالية يمكن غتكون بعيدة علينا، لأن ما يمكنناش نصنعوا النووي بحال كوريا الشمالية، وما يمكنش نصنعوا الصواريخ بحال كوريا الشمالية، لكن اللي متأكد منه حنا غادي نبقاو التفاهات ونبقاو الشعارات الخاوية والشعب كيموت بالجوع. لكن نجي نشوفوا كوريا الجنوبية، شوفوا كوريا الجنوبية اللي تعلمات كما قلت لكم في الأول من اليابان، شوفوا فين وصلت كوريا الجنوبية، شوفوا الاقتصاد ديال كوريا الجنوبية، تقارن لي المعيشة ديال كوريا الجنوبية مع المعيشة ديال كوريا الشمالية، يعني في جميع الأصعدة، لا في السبيطارات، لا في المدارس، لا في كل شيء،
كل شيء كوريا الجنوبية غير سامسونج شركة واحدة سامسونج متعرفش أنا على الاقتصاد كامل. سامسونج كتدخل علين تقريبا شي 260 مليار دولار في العام. 260 مليار عباد الله عرفتي شحال؟ أكثر من الدوبل ديال ميزانية المغرب والشيط مازال واحد 60 مليار. دوبل ميزانية المغرب والشيط مازال 60 مليار. هذه شركة واحدة سميتها سامسونج في كوريا الجنوبية. عرفتي كوريا الشمالية شحال كتدخل؟ مليار دولار واحد. يعني داكشي كتدخل شركة واحدة ديال كوريا الجنوبية، شركة واحدة في العام ديال سامسونج، شركة واحدة تعيش كوريا الشمالية بكيم يونغ ديالها، بالرئيس ديالها، بالشعب ديالها، بالعسكر ديالها، بكلشي ديالها تعيشو 260 عام. داكشي كتدخل سامسونج في عام تعيش كوريا الشمالية هاد الدولة هادي اللي موضعها إلى طرف العالم تعيشها 260 عام. فأنا علاش عطيتكم هاد الأمثلة؟ عطيتكم ماشي باش نعاود اولا نجيبوا المغرب كما كنقولوا، لا، باش نتعلموا من هاد الناس. نتعلموا حنا خصنا نشوفوا الدول اللي تابعين الشعارات فين كتوصل، والدول اللي تابعين العقل والعقلانيه فين غادي يوصلوا. كنتمنوا اننا حنا نتبعوا العقلانيه ونتبعوا العقل ونتبعوا المنطق. تبعوا المنطق ان كاين نظام دولي سالينا. الشعارات ما كتشري خضره كما كنقولوا حنايا. الشعارات الخاويه راكم شفتوا، اللي عنده البترول، اللي معتمد على البترول وشحال من عام هو ناعس، راه الان كيخلص واللي معتمد على الصناعه وعلى العقل راه دابا مهني من هذه الازمه. فكنتمنى اننا حنايا نتعلموا من هذا الشيء، نتعلموا ونتقلبوا على مصلحتنا. مصلحتي مع السيد اللي كيفيدني، مع الدوله اللي كتفيدني، مع الدوله اللي كتحترم الوحده الترابيه ديالي، ماشي الدوله اللي جايه 40 سنه وهي كتصرف المليارات باش تقسمني المليارات. يعني هذيك المليارات تكون صرفوها على الاقتصاد ديالهم، دابا ماشي يبقاو يبكيو، ما يبكيوش دابا، ولكن صرفوها على البوليزاريو، صرفوها على التفاهات، صرفوها على التخربيقات، صرفوها على الشعارات الفارغه. تقرير بسيط كذا هاتي استقلال الشعوب. اش من هذا التقرير؟ تقرير بسيط اش من استقلال الشعوب؟ اش من وانت شعبك واكل العصا؟ اش كتخور؟ اش كترون؟ اش كتزمر؟ فهذا درس لينا اخوان، درس لينا. حنا اول بلاد اعترفت باستقلال الولايات المتحده الامريكيه. The first nation to recognize my country was Morocco. امريكان حكم العالم. صمتيش معايا الهضره. خصنا ندخلوا في قطار العولمه معاهم الا بغينا نكونوا بحال كوريا الجنوبيه. الا بغينا نكونوا بحال كوريا الشماليه نتبعوا تبون. تحياتي لكم اخواني، ونعاودوا فيديو جديد. شكرا.